بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مشاركة، البرنامج الذي يعنى دوما بالقطاع المالي الإسلامي. أبرز العناوين في هذه الجولة: بنك دبي الإسلامي يتلقى عروضا للمساعدة في طرح صكوك ب 500 مليون دولار. والصكوك في العراق نافذة جديدة في إطار التوسع في الخيارات التمويلية. نناقش أيضا في هذه الجولة وضع المصارف الإسلامية في ظل قانون ضريبة القيمة المضافة. تلقى بنك دبي الإسلامي عروضا من بنوك للمساعدة في طرح صكوك محتملة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، ومن المحتمل أن يعلن البنك عن البنوك المرشحة لإطلاق الصكوك خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن الطرح الفعلي للصكوك ليس معروفا، حيث ينتظر البنك رد فعل المستثمرين على سندات مؤسسة دبي للاستثمار الحكومي بقيمة مليار دولار المنتظر صدورها في الأيام المقبلة. أعلن بنك الأردن دبي الإسلامي أن شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار أتمت صفقة شراء نحو 9,794,000 سهم من رأس مال البنك بسعر 1.56 دينار للسهم، أي نحو 2.2 دولار، وبذلك ترتفع حصة ملكية الاتحاد الإسلامي إلى نحو 48.79% من رأس مال البنك. صرح رئيس الخزانة لمجموعة بيت التمويل الكويتي عبد الوهاب عيسى الرشود أن تداولات بيتك في سوق الصكوك بلغت 11 مليار و400 مليون دولار في عام 2016، وهو ما يجعل المجموعة لاعبا رئيسيا في سوق الصكوك على المستوى الإقليمي والدولي. وقد استحوذ بيتك على حصة مؤثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك قصيرة الأجل الصادرة من مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية والتسويق لها على المستوى المحلي والدولي. ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، لتصل إلى ما يقارب 549.6 مليون ريال، كما ارتفعت أرباح المصرف بنهاية العام الماضي بنسبة 10% لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار ريال. وقد أوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح النقدية على المساهمين بنسبة 47.5% من رأس المال، أي ما يعادل 4.75 ريال هللة لكل سهم، وذلك عن العام الماضي. وقع البنك الإسلامي للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف الإماراتية للتعاون المالي والاستثماري وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الوقفية بالدول الأعضاء والدول الإسلامية غير الأعضاء. وتضمنت المذكرة وضع أطر لتبادل الخبرات في المجال الوقفي وإنشاء شراكات بين الطرفين في المشاريع الوقفية وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة في تلك المشاريع وتوعية المختصين والجمهور بدور صيرفة الإسلامية في تنشيط الاستثمار الوقفي وبناء استراتيجيات للتسويق وتوفير أدوات استثمارية وتمويلية لخدمة الأوقاف. أكد خبراء ضرورة الاستفادة من قطاع الأوقاف في دعم التعليم في السعودية، فكثير من الواقفين يريدون تعزيز مساهمتهم في قطاع التعليم، لكن ذلك يصطدم بالعديد من المعوقات على رأسها التشريعات. التقرير التالي يستطلع أهم المشكلات التي تعيق مساهمة الأوقاف في دعم التعليم والحلول في هذا المجال. نمو ملحوظ في قطاع الأوقاف في السعودية، لا سيما خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث يقدر حجم الأوقاف في المملكة بنحو 500 مليار ريال، وهو حجم يأتي من ضخامة القطاع الخاص السعودي. ورغم ذلك إلا أن مساهمة الأوقاف لا زالت أقل من المطلوب في كثير من القطاعات ومنها التعليم. انحسار مفهوم الأوقاف فيما يتعلق بالعبادات والفقراء والمساكين، فغابت لدى كثير من المسلمين ما يتعلق بإنشاء الأوقاف لما يسمى بالتعليم. وإن كان الإسلام قد سبق، أنت لا يخفى عليك أن الخليفة العباسي المأمون أنشأ بيت الحكمة ووضع له أوقاف تدر عليه، كذلك صلاح الدين الأيوبي في بغداد ودمشق ومصر أنشأ مدارس ووضع لها أوقاف تدر عليها، بل أن الرحالة بن جبير لما زار بغداد وجد أكثر من 30 مدرسة بأشبه بالقصور ولها أماكن أو أوقاف تدر عليها. هذا كله في الإسلام. وكانت وزارة التعليم في السعودية أكدت مؤخرا على اهتمامها بقطاع الأوقاف ودوره الكبير كمصدر مالي مستدام يدعم المؤسسات المالية في البلاد. من جهتهم يؤكد الخبراء على أن تفعيل دور الأوقاف في التعليم يحتاج إلى إزالة المعوقات أمام المؤسسات الوقفية،
لتمويل وإنشاء المدارس والجامعات. نداء لوزارة التعليم بإنشاء أمانة عامة للوقف على التعليم العام، كما يوجد أمانة عامة أو أمانات للجامعات السعودية للأوقاف، أنا أنادي حقيقة بإنشاء أمانة عامة للوقف على التعليم، وتساهم هذه الأمانة بتذليل السبل والمجريات النظامية والتنظيمية الخاصة بالوقف، بحيث يساهم كل راغب في إنشاء مدارس على سبيل المثال. ثم أيضا ممكن الوزارة تسهم ببعض التحفيزات اليسيرة التي تعين الواقف وتشجعه على أن يوقف وأن يبني مدرسة مثلا، أو أن يساهم بمنتج تعليمي أو برنامج تدريبي أو مركز تدريب إلى آخره، كأن مثلا تسمى المدرسة باسمه أو يسمى الشارع الذي عليه المدرسة باسمه مثلا أو باسم ميته إذا كان وقف لأموات. ويأتي الحديث عن الاستفادة من الأوقاف ودعمها للتعليم في حين تتوجه الدولة لخصخصة قطاع التعليم، وكذلك نية الوزارة التخلص من التكاليف الزائدة للمباني، حيث أعلنت مؤخرا نيتها التخلص من المدارس المستأجرة والتي يقدر عددها بين 4,000 و6,000 مبنى. دور مأمول إذن لقطاع الأوقاف في دعم التعليم في السعودية مستقبلا، لكن هذا الموضوع بحسب الخبراء يحتاج إلى مزيد من التشريعات وتحفيز الواقفين لحفظ حقوقهم في دعمهم لهذا القطاع المهم. عطالله الشمري، CNBC عربية، الرياض. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض السيد عبد الرحمن العقيل، مستشار اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية. اسمح لي بدءا أن أرحب بك معنا في هذا البرنامج، ودعني أتساءل أولا عن الاستراتيجية العامة للأوقاف. أنت تعلم أن الأوقاف الآن يعني خرجت عن هذه النطاقات التقليدية الكلاسيكية المتبعة وأصبحت تشكل رافد استثماري في غاية الأهمية، يستهدف التعليم والصحة وكل هذه الأمور. لماذا لا نجد هذه الاتجاهات في المملكة والتركيز على العقار؟ البعض يقول أن التشريعات لا تنسجم مع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أرحب بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. الأوقاف عموما هي تاريخ مشرق على مر التاريخ، وما في شك أن الأوقاف عندما نريد أن تسهم في مجال التعليم يجب أن توجد لها محفزات، وهذه المحفزات تتعلق بالأنظمة والتشريعات، ونحن لازلنا في البدايات في قضية التشريعات بالذات في مجال الأوقاف. وكان النظام الذي خرج في الفترة الأخيرة في قضية في المملكة العربية السعودية، نظام الهيئة العامة للأوقاف، هو أحد المحفزات الأساسية في تنظيم الأوقاف على مستوى المملكة. وأما إذا نظرنا للنظرة الشمولية على قضية عالمنا الإسلامي، فأعتقد أن التعليم على مر التاريخ كان له سهامات فاعلة، ويمكن كان هناك نوع من الأمجاد التي تحققت بفضل الأوقاف في إخراج كثير من العلماء وكثير من المفكرين وكثير أيضا من الأدباء وغيرها، لأن هناك كان حاضنات لهذا المجال. ولذلك الأوقاف يجب فعلا أن تعود إلى سابق مجدها في قضية المساهمة في التعليم، ولكن نحتاج إلى بيئة تشريعية ممكنة، ونحتاج أيضا إلى تفكير استراتيجي من قبل كثير من رجال وسيدات الأعمال، وكذلك أيضا القطاع الخاص، وكذلك القطاعات الأخرى، القطاع الثالث، في قضية المساهمة والتوجه نحو هذا القطاع، بالذات قطاع التعليم، لأن أعتقد أن قطاع التعليم هو أحد المحركات الأساسية للتنمية، وإذا لم تتوجه الأوقاف نحو التعليم فأعتقد أننا سنخسر الشيء الكثير، وهذا أيضا أحد متطلبات المرحلة القادمة في تاريخ عالمنا الإسلامي. نعم سيد عبد الرحمن، لعل واحدة وأنت سيد العارفين من مزايا الأوقاف أنها لا تتأثر بالدورة الاقتصادية أيا كان شكلها. إذا شهدنا ركود وكان هناك أوقاف في مجال التعليم، فإن المؤسسة التعليمية تسير قدما إلى الأمام باعتبار أن الوقف لا ينقطع. يعني ودونك أمثلة كثيرة في العالم، جامعة هارفارد مثلا تمتلك المليارات على سبيل الوقف، وبالتالي حتى في إبان الأزمة المالية 2008 استطاعت أن تمضي قدما إلى الأمام. كيف لنا هنا في المنطقة أن نفعل مثل هذه التوجهات من أجل التنمية المستدامة؟ يعني ما هي الطرق في تقدير غير التشريعات؟ هل هناك عدم وعي ربما بهذه المسائل؟ هل لنا أن نسترشد بهذه التجارب الأجنبية؟ ما في شك، المطلع على التجارب العالمية يجد في أمريكا وحدها فقط 1600 جامعة كلها وقفية، وكذلك يضع على مستوى بريطانيا وأيضا أوروبا وغيرها أيضا، والآن الشرق الأقصى بدأ يتحرك نحو هذا الهدف. نحن لازلنا للأسف في البدايات، وأعتقد أن جامعة الملك سعود كان لها أحد المبادرات الأساسية في قضية إنشاء أوقاف تقدر يمكن بقيمتها ب4 إلى 5 مليار
ريال، وهذا أيضا تجربة جيدة، ولكن نحن دائما نحتاج أن يكون رأس مالنا جريء في قضية الأوقاف. يجب أن نبتعد عن قضايا العقارات والأسهم التي دائما هي ما يتم تداولها وأيضا تكتب صكوك الوقفية بناء عليها. نحن نحتاج أن نطور من العقلية التي أيضا الوقفية التي فعلا توقف أموالها على قضايا التعليم، وكذلك أيضا في استثماراتها يجب أن تتوجه أموال الأوقاف نحو الاستثمار في مجالات التعليم ومجالات الصحة وغيرها من المجالات التنموية. فقط نحن نحتاج إلى وعي، ونحتاج أيضا إلى أننا نعيد النظر في كثير من صكوك الوقفية التي سبقا كتبت بطريقة تقليدية فأعاقت أيضا تقدم الأوقاف والتصرف فيها. فنعتقد أن هناك شراكات يجب أن تكون بين القطاعات الوقفية وكذلك أيضا الوزارات الأخرى، سواء كانت الهيئة العامة للأوقاف بعد تأسيسها وكذلك وزارة العدل، في تسهيل الإجراءات ومحاولة التمكين لهذا الجانب. نعم. هذا يتطلب أيضا جهود مشتركة، ولعلنا إن شاء الله في المستقبل نرى نماذج أيضا في هذا المجال بإذن الله. نعم سيد العقيل، رؤية المملكة 2030 إلى أي مدى تستصحب ربما هذه الموجهات التي نتحدث عنها فيما يتعلق بالأوقاف؟ الرؤية بنيت على أساس تنموي، وأعتقد أن أحد إسهامات التنمية هي قضية التعليم، فيجب أن تصب جميع الجهود سواء كانت جهود الحكومية ولا الجهود الخاصة، القطاع الخاص ولا الجهود الخيرية، في قضية خدمة هذا القطاع المهم. يجب فعلا تتضافر كل هذه الجهود نحو رؤية مشتركة لتحقيق هذه الرؤية. الرؤية ورد فيها كثير من العناصر الجميلة التي تتطلب أيضا إمكانات مالية وإمكانات بشرية، وأيضا رؤية استشرافية في قضية أن نحاول أن نحقق المستهدفات التي وردت في هذه الرؤية. فلذلك هناك تحرك كبير من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأيضا بالتنسيق مع وزارة التعليم على قضية إيجاد أطر تحاول فعلا تفعل هذه القضية، بالذات قضية المساهمة الأوقاف في التعليم. وأعتقد أنهم قادرون إذا ما وجدت نوع من الرؤى المشتركة والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف انطلاقا من رؤية المملكة 2030. السيد عبد الرحمن العقيل مستشار اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. لازلتم تتابعون مشاركة من CNBC عربية في هذا البرنامج بعد الفاصل. مستقبل الصكوك في المصارف الإسلامية العراقية. أهلا بكم من جديد. تسعى الحكومة العراقية إلى سن قوانين منظمة ومشجعة لإصدارات الصكوك، وذلك بهدف تمهيد الأرض لعمل المصارف الإسلامية. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. يترقب القطاع المصرفي العراقي صدور القانون المنظم للصكوك والذي طال انتظاره، وذلك بالتزامن مع توجه بعض المصارف المتخصصة لإصدار هذه الصكوك، حيث أن قانون المصارف الإسلامية الصادر في العام 2015 قدم إشارة خاطفة في الفصل الرابع لأحقية المصارف الإسلامية في دفع وتحصيل الصكوك، لكن تفصيل ذلك لم يأتي بعد. ويبدو أن تلك الأداة الجديدة تلقى قبولاً لدى الحكومة، حيث صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي بأن إصدار صكوك إسلامية يعد من الأدوات الحديثة والمهمة في قطاع التعاملات المالية، وهي تحقق جدوى اقتصادية كبيرة لأنها ترتبط بنشاط حقيقي يمثل أوجهاً اقتصادية متنوعة كالعقار والتجارة وغيرها، وهي تضم أكثر من 20 نوعاً. ويقول مراقبون إن السلطات المختصة تتجه إلى إصدار صكوك بملايين الدولارات وهي مضمونة من الحكومة، ويمكن أن تباع في الأسواق العالمية، وهو ما يمثل دعما ماليا جديدا إذا أرادت الحكومة استخدامها في تمويل مشاريعها الاقتصادية، فضلا عن قدرة تلك الصكوك على دعم الشركات والأفراد من خلال خطط متنوعة. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن حجم الودائع في البنوك الإسلامية العاملة في العراق حقق نمواً خلال العام المنصرم تجاوز 2 مليار دولار، مما يؤشر إلى وجود بيئة خصبة وواعدة لسوق الصكوك. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد السيدة نجيبة نجيب، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. بدءا سيدة نجيبة، كيف تقيمي التوجه نحو إصدار صكوك في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التحية لكم ولمشاهديكم الكرام.
القطاع المصرفي في العراق حقيقة يعاني الأمرين، ونحن بسبب تشريع قانون المصارف الحكومية بعد أن شرعنا قانون المصارف الإسلامية، ونظرا لأن الدستور العراقي يؤكد على أنه القوانين يجب أن تكون منسجمة مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن الدين الإسلامي هو القانون يعني الذي يجب أن لا تخالف قوانين أخرى، فتم تشريع قانون مصارف الإسلامية، وكذلك وأيضا تم تخفيف مبالغ من الموازنة عام 2012-13 لمصارف الإسلامية حقيقة لكي يتمكنون من إجراء المعاملات المصرفية وفقا للشريعة الإسلامية، وحقيقة هناك رغبة كبيرة وإقبال من قبل المواطنين العراقيين على المصارف الإسلامية لتجنب مسألة الربا والفوائد التي تأخذها المصارف والتي تحتسب الربا، لكن بالنسبة للمعاملات الإسلامية التي تجرى وفقا لقانون المصارف الإسلامية حقيقة هي تأخذ يعني منحة إسلامي ويكون دافعا ومشجعا للمواطنين لمراجعة المصارف والحصول على القروض أو إيداعات يتم إدخالها في المصارف الإسلامية. نعم سيدة نجيبة، فيما يتعلق بالمعايير في العراق، يعني إلى أي مدى هي تتسق وتنسجم مع المعايير ربما المعمول بها في أغلب المصارف الإسلامية في المنطقة؟ هل هناك أي ربما تنازع تضاد في بعض القوانين حسب المذاهب إلى ما ذلك من هذه التفاصيل؟ هل تظهر مثل هذه المسائل؟ قانون المصارف الإسلامية يتضمن أو نص أنه هناك لجنة أو مجلس في المصرف يكون عمله استشاري لإبداء الفتاوى ومراجعة المعاملات التجارية التي تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحقيقة الأغلبية الآن أكثر شيء يعني يذهبون على المذهب وفق المذاهب الشيعية أو المذاهب السنية، لكن هل أنها تكون وفق معايير دول إسلامية أخرى؟ أنا ما أتصور ذلك، لأن اللجنة المشكلة أو المجلس الموجود الإدارة الموجود في المصارف هم من يقررون ويصدرون التعليمات التي تنسجم مع المعاملات التي تقدم لهم والتي تعرض على هذه اللجان للإفتاء عليها. على كل أنا أشكرك السيدة نجيبة نجيب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كنت معي عبر الهاتف من بغداد. من المرجح تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بداية العام 2018، وستتراوح نسبتها ما بين 3-5%، وذلك في إطار اتفاق خليجي على تطبيق أوسع. فما هو وضع المصارف الإسلامية في ظل تطبيق هذه الضريبة؟ التفاصيل في سياق هذا التقرير. فكرة جديدة على الخليج وأهله، إنها ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة تفرض على السلع والخدمات الاستهلاكية في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، والمستهلك النهائي هو من يتحمل هذه الضريبة. وحسب تقدير موقع وزارة المالية الإماراتية، من المرجح تطبيق هذه الضريبة مع بداية 2018، وحرصاً على ضبط السوق من التلاعب واستغلال الأمر في رفع الأسعار. تتولى حكومة الإمارات وضع قواعد ملزمة لتسجيل الشركات الكبرى فقط كمصدر أولي يتم تحصيل الضرائب من خلاله، مع سن القوانين الضابطة للعمل بهذه الضريبة. كما ستتولى الإمارات التنسيق مع باقي دول مجلس التعاون في هذا الخصوص، حيث أن دول مجلس التعاون ملزمة بتوحيد سياستها الضريبية. ومن المتوقع أن تصل قيمة التحصيل في العام الأول من تطبيق الضريبة إلى ما بين 10-12 مليار درهم، حيث تتراوح نسبتها ما بين 3-5% على السلع والخدمات باستثناء بعض القطاعات بسبب خصوصيتها وصعوبة فرض الضريبة عليها كقطاع الخدمات المالية، أو بسبب اعتبارات اجتماعية كقطاعي التعليم والصحة. ويضع محللون سيناريوهات عديدة حول وضع المصارف الإسلامية في ظل تطبيق الضريبة،
فإذا تم إعفاء هذه المصارف ستتحول الأخيرة إلى باب خلفي للتحايل على دفع الضرائب، حيث يرجح مراقبون أن تلجأ الشركات إلى هذه البنوك لطلب التمويل لأنها معفاة من الضريبة. أما إذا تم فرض الضريبة على المشاريع الاستثمارية التي تديرها المصارف الإسلامية فإن أرباحها النهائية ستتأثر، وينعكس ذلك سلبا على أرباح المستثمرين والمودعين. إذن للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا هنا في الاستوديو السيدة أنيتا يذف، رئيسة أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني. اسمحي لي أن أرحب بك معنا في مشاركة لهذا اليوم. ونحن اليوم أمام ضريبة القيمة المضافة، يعني قبل الدخول في تفاصيلها وتأثيراتها على المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، ما هي القيمة المضافة أصلا لضريبة القيمة المضافة في تقديرك؟ مساء الخير، يسعدني أن أكون بينكم من جديد. بالنسبة لضريبة القيمة المضافة يجب أن نفهم بأنها تختلف عن ضريبة الدخل. فضريبة القيمة المضافة وبحسب منطوق الكلمة هي ضريبة يتم تقاضيها على أي خدمة يتم تقديمها، أي قيمة تضيف أنت عليها الضريبة. إذا حققت أرباحا الوضع مختلف بالنسبة ضريبة الدخل. أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، حتى لو خسرت الشركة فيجب أن تدفع ضريبة القيمة المضافة وأن تحولها إلى الحكومة. فهذه الضريبة بحد ذاتها يجري التقاضي على جميع البنود والخدمات، وهناك قائمة ب 125 بندا مستثنات من الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، وهي تشمل الأغذية والرعاية الصحية والتعليم والإيجارات. هذه الخدمات الأساسية مستثنات من ضريبة القيمة المضافة. هناك قائمة كما قلت ب 125 بندا مستثنات. أما الأشياء الأخرى التي تضيف فيها الشركة خدمة ما فهذه تخضع لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من يناير 2018 في الإمارات. جيد، ما هو تأثيرها على المصارف بشكل عام، على المصارف الإسلامية على وجه الخصوص؟ ليس هناك تأثير مطلق مباشر على المصارف، لكن هناك أمران من المهم الحديث عنهما بخصوص المصارف. السبب الأول هو إذا كان الجميع سيتم القاضي منهم الأفراد والشركات فهذا الأمر سيؤثر على الاقتصاد، فالشركات التي تدفع ضريبة القيمة المضافة على خدماتها فهذا الأمر سيضغط على أرباحها وقد تبطئ أنشطة الشركات، وإذا بطأ النشاط الاقتصادي فهذا الأمر سيؤثر على نمو إيرادات المصارف. الأمر الثاني هو أن المصارف بحد ذاتها تقدم خدمات مالية، وبعض هذه الخدمات سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة، ويجب على المصارف أن تطبق أنظمة لاحتساب وتقاضي هذه الضريبة وتحويلها إلى الحكومة، وبالتالي هذا الأمر سيكبد المصارف بعض المصارف التشغيلية الإضافية من أجل إدارة هذه الضريبة. لكن خلافا لهذا الأمر فإن ضريبة القيمة المضافة تشبه التضخم، فتكلفة كل شيء سترتفع بثلاثة أو أربعة أو خمسة في المئة، لأن الضريبة هي عند 5%، لكن الكثير من الشركات قد لا تتقاضى 5% إضافية، ربما قد تمتص هذه الضريبة جزئيا أو كليا، وبالتالي هذا التأثير يظهر أيضا حتى في حالة التضخم. وبالتالي التأثير المباشر على المصارف بهذا المعنى لن يكون تأثيرا ماديا كبيرا، والأمر يشبه أو تأثير الأمر يشبه أو في الحالة المصارف التقليدية تأثيره يشبه تأثيره على المصارف الإسلامية، لأن ضريبة القيمة المضافة ليس فيها مكون شرعي، فهي يتم تقاضيها بشكل شامل على المصارف أو على الخدمات المصرفية سواء من قبل المصارف التقليدية أو الإسلامية، وتأثيرها في الحالتين مشابه، أي المصارف التقليدية والإسلامية. جيد، إذن في المقابل هل هناك ثمت ترتيبات معينة ينبغي على الشركات والبنوك أن تطلع بها استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
طبعا الشركات هي لديها خدمات تحصل عليها من الموردين وتعيد تقديمها إلى الزبائن، ربما هذا سيخضع لضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى تطبيق أنظمة محاسبية خاصة. والمصارف أيضا يجب أن تحتسب ما هي الخدمات التي ستقدمها وما حجم الضريبة التي ستمرر إلى الزبون وحجم الضريبة التي سيستوعبها المصرف بنفسه. يجب عليها القيام بهذه الأمور، والفارق الزمني بين الإعلان عن الضريبة والتطبيق الفعلي في 2018 هذا وقت كاف للجميع لكي يستعد، وبالتالي ضريبة القيمة المضافة سوف تطبق اعتبارا من الأول من يناير 2018. جميع الدول الخليجية يجب أن تطبقها في 2018، لكن ليس بالضرورة في الوقت ذاته. رئيسة أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني السيدة أنيتا يدف، أنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لمشاركة في هذا الأسبوع. دوما كونوا مع CNBC عربية وآخر الأخبار والتفاصيل عبر موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. في أمان الله.